سي كاينه فاس في طريق درت اكسيدون فاس في طريق مزر. اللي كاين هو انني كنت قطعت اليمين ديالي ودايره السينيال في ستوب باش ندور على اليمين باش نزيد، وكاينه واحد الكاميونه ديال الزبل، وتحيه خاصه لعمال النظافه. بغات تزيد نيشان وكبرت الدوره ودخلت فيا، ف الحمد لله وقفوها الناس وما كملتش، وانا واقفه يلاه كنتحرك. كانت دخلت فيها وتصور على الفيسبوك يعني، والصحافه كامله هضرت. الحمد لله ربي ستر، والرويضه كانت نيت عندي مع الشرجم. الطوموبيل كلها مشات ديك الجهه كلها مشات، كاميونه بيان سور ما خدات حتى شي حاجه، مشات سليمه معافات من الحادثه. ولكن انا كنشوف دابا لاسيرونس شنو غادي تعمل معايا. لا هو الصراحة سائق الشاحنة في الأول نزل عندي وقدم الاعتذار وقال لي أنا يعني اسمح لي لفوت فيا وكل شيء، ولكن مباشرة من موراها جا واحد السيد اللي هو الشيف ديالو في الشاحنة وما خلاهش يهضر، قال له اسكت أنت. جا الكوستاتور ديالي باش يعمل، اتصلت بهم باش يعمل باش يهضر على الواقعة. أنا محبوسة لأن الرويضة ديال الكاميونة داخلة فيا، ما عنديش كيفاش نخرج. قلت له صوب الورقة ديال الكوستا، ملي كيمشي يقول له، قال له أنا ما نصوبش الورقة ديال الكوستا، أنا ما غنضيلكش وسير في حالك. فبقى هكذا حتى السيد مشى في حاله وهو اللي فوتي. في الشرطة ديال المرور ما كانتش نهائيا كاينة في شنو سميتو، فصيفطوا لنا الشرطه ديال المطار، ولكن هذوك يعني ما يعملوا لا محضر لا والو، كتبقات الامور هكذا معلقه. حاليا ما عندي لا متابعه قضائيه ولا والو، انا المهم داكشي اللي كاين نشوف بعدا لاسيرونس شنو غادي تعمل معايا. كانت ماشي ضربه خفيفه قد ما جاتني في لوبيراسيون، الضربه جاتني في لوبيراسيون. بغاو قالوا لي واش نجيبوا لك لومبيلونس، انا ما بغيتش نهول الموضوع اكثر، قلت نشوف الاطباء ديالي باش نشوف شنو كاين، ما بغيتش نهول الموضوع نجيب لومبيلونس واخا كنت مقصحه. النفسيه ملي كتشوف الكاميون رويده الكاميون كامله داخله فيك، والكاميون فوق منك هذاك ديالها فوق منك، فما عندك ما تعمل. طرطقت لي الرويضه بقيت، المهم ديك البلاصه كامله مشات، ففي يد الله تنشوف شنو كاين بعدا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.